صباح الخير من جديد. وبنهاية فقراتنا لهذا الصباح اليوم بدنا نحكي عن الشعر. الشعر دائما بنقول هو تاج المرأة، بيعطي أكيد جمال وحلاوته لما كمان بيكون جميل وبسيط. فاليوم معنا مصفف الشعر نديم عبد الجواد والجميلة ياسمين حتى ناخذ فكرة عن الموديل اللي بده يعمل لنا اياه اليوم الصبح. أنا وعمر بطلت عارفة شو بنحكي عن قلت له عمر إيش بيحكوا عن الشعر موديل؟ قال لي أنا اللي بدي أعرف ولا أنت؟ هلأ موديل أكيد حيكون إحدى موديلات الشعر. هلأ إحنا بدنا نعمل موديل ويفي اليوم. ويفي تمام؟ هلأ بالنسبة للموديل عملت جزء أنت منه نديم صح؟ عملت جزء نعم. هلأ بدك تكمل لنا بالضبط. هلأ طريقة الويفي هاي حلوة كتير، بس هي لها علاقة بالفير اللي بتستخدمه والطريقة اللي بتستخدمها. بالضبط ورجينا. هي طريقة اللف والبرم. وبتلف عليه اكزاكتلي بالضبط. اما اذا حطيته ولفيته هيك ما بيطلع هاي نهائيا لا له طريقه بتطلع هاي الطاجه. نعم اوكي. هلا هذا الموديل اللي عم نشوفه بيزبط لمناسبه، خلينا نقول هلا احنا داخلين على افراح اكيد. هلا بالنسبه للريترو والويفي شيء كثير بسيط وسيمبل. الويفي ايش الريترو؟ الريترو بيجي هلا الريترو بالضبط اللي بيجي اعرض منه شوي بالضبط. هلا بيرجع كل الموديلات عمالين ستينات عم بيرجع هلا بكون كتير سيمبل كتير ناعم وبنفس الوقت بعد ما نعمل احنا ريترو هيك تمام اوكي نقدر نغير. يعني ممكن هلا اذا بتنتبه الحفلات بدخل باكثر من موديل، بتدخل موديل بعدين بتغير الموديل مره ثانيه. هلا بالويفي بالريترو ممكن ندخل عليها نغير الهيئة بطريقه كثير سهله وسريعه. تمام، يعني ممكن يكون سمبل اذا هيك بدنا نخليه يعني مفروض وممكن ترفعه من الجنب او تنفشه شوي زياده بيطلع لمناسبة بيعطي اكثر من شكل. تمام بضله ناعم وسمبل. تمام يعني مش عجقه. طب نديم هلا الفير والستريتنر وكل هاي الاشياء يعني بتجمل الشعر بس بتكون حاميه نوعا ما على الشعره، كيف بنقدر نحمي الشعره خاصه للناس اللي مضطره دائما تعمل شعرها زينا احنا؟ هلا اكيد باذي الشعر، بس انت لما تقولي هلا بدنا نستعمل ستريتنر او بدنا نستعمل الفير بده يكون من الوقت للاخر، يعني بده يكون في حفله في شيء بس شكل يومي مش كويس. ما بتفضل بالضبط. هلا بنرجع ممكن نستعمل التريتمنت كل فترات كل فترات تريتمنت نعم تغذيه للشعر حتى يقدر يرجع له لمعانه. وانا ما بفضل شكل يومي يكون يعني الفير. تمام تمام كثير عجبتني طاجه الفير، يعني جد بروفيشنال باللفه لانه اوقات كثير بيطلع هيك زي الملولو هيك تلولو زي لانه قلت لك اكيد الموديلات عم بيرجعوا من زمان ستينات اذا عم بتلاحظوا هلا بطلت عجت الشنيون مثلا الرفع الكامل لا كلها تسمبل ساحل بكون واكيد نرجع للوش يعني هلا زي مثلا وش ياسمين كيف بيلبق لها؟ دائما الصبايا بيتغلبوا بالغره صح؟ بالضبط. هلا برجع للجبين هلا ممكن الجبين العالي ما بنقدر نرفع له يعني من هون ما بنقدر نعمل الجبين اللي بيكون كثير عالي صعب نرفع له، فاحنا شو بنعمل؟ هلا جبين الصبي هون شوي عالي فاحنا شو اخذنا غره كثير بسيطه وبننزلها عشان يغطي الجبين، عرفتي كيف؟ وبنفس الوقت الفوليوم ما يكون كثير برضه. تمام. طب كيف بتقدر تعرف اذا الوجه بيلبق له مثلا فرق على النص او الفرق على جنب؟ هي قصة الصبايا يعني بالضبط. هلا بدك ترجع برضه لللبس بدك ترجع للميك اب كله بيلعب دور بالضبط كله بيلعب بالضبط. طيب هلا زي ما هلا عم نشوف انت هلا بس تكمل لنا الغرة بدي اشوف تقدر هلا تغير لنا اياه من موديل سيمبل اكيد لموديل اكيد شوية يزبط ل مثلا المسا خلينا اكيد اوكي نعم. أنا بعرف في مواد أوقات كتير يعني منتجات أسماء متعددة ممكن أنها تنحط على الشعر قبل ما ينعمل بالفير أو بالستريتنر ممكن نوعا ما تحمي الشعرة أكيد. هل هذا مزبوط يعني الحكي مزبوط. يعني بس إحنا ما بنقدر نكتر مثل مثلا السيروم سبراي كريم هلأ إذا حطيناه بسحل بسرعة فهمتي حكي أنا زي شعري اليوم سحل كتير بسرعة حط سبريك مفروض مفروض انا عامله شعري زي شعر ياسمين ويفي بس سحل شوي. كيف هلا الموديلات نديم اذا بدنا نحكي عن الاعراس يعني هل عم تتجه للبساطه هل عم تتجه لانه يكون ابسط الشعر صار ابسط من جداً. زمان
ليش بقول لك هلا برجعوا لايام الستينات والسبعينات؟ اذا بتلاحظي كان كله ريترو ويفي ساحل، عرفتي كيف؟ العروسة قبل فترة درج سوري قبل فترة درج الشنيون الكامل رافع صح. هلا لا، هلا صار صعب حتى لو تعمل شنيون رافع صار صعب لما تسحله. هلا لا بالعكس، عم تدخل العروس بتخش بشعر ناعم، تاني الحفل مثلا ترفع نص رفع، عرفتي كيف؟ هذا اللي كنت لسه بدي اسالك، يعني بدي اقول لك عم نشوف يمكن عروسات زمان ما كنا نشوف شعر مفروض، هلا لا عم نشوف شعر مفروض، يعني العروس عم بتعمل شعرها مفروض نوعا ما، وعم تم بعت نعومي كمان. طب اذا بدنا نحكي عن الصبغات، يعني نستغل وجودك لنعرف اكثر عن الوان الصبغات هاي السنه. اكثر شيء دارج الامبري. الامبري بكل الوانه، يعني سواء احمر بني اشقر. بالضبط. وهلا احنا متجهين للاكستنشن اكثر بالامبري عشان ما نتعب الشعر. هاي فكره كثير حلوه انه الواحد بس بيلون الاكستنشن وبيركبها، نترك البيس مثل ما هو، نشتغل بالاكستنشن. ما بتعرفي مره مره على الفواتح راح يتعب الشعر، فالاكستنشن ما بتعب الشعر لانه نفس البيس يكون هو لون طبيعي. والاكستنشنز هلا عم بسمع في اكستنشنز دائمه، يعني ممكن تخلي الاكستنشن خلص يعني انه ما تضلك تفكها وتركبها. هلا شوفي انا من عندك عم بقول لك ما بنصح، ما بتنصح بتحس انه ممكن بالضبط الكليبس افضل شيء، بتحطها بتشيلها، عرفتي كيف؟ بس الدائم الا ما ياثر. ممكن تسكر مسامل بالضبط، جلده الراس، فيش نفس يعني للشعر كمان، ممكن تاثر على الشعر نفسه. ليش هالايام يعني بشكل عام الصبايا شعرهم تعبان؟ هل كثرة الصبغات؟ هل عدم الاعتناء فيه؟ يعني بتحس اوقات كثير انه اغلب الصبايا صارت تركب اكستنشنز غير عن زمان شوي. مو انا بقول غير عن الستينات والسبعينات اللي كنا نحكي عم تيجي على الصالون مثلا، شو الدارج هلا؟ بتكون مثلا عامله احمر، من احمر لاشقر. بده يتعبر التغيير بتعب. بتفضل انت بين تغيير لون ولون قديش وقت يكون؟ قديش تريح الشعر نفسه؟ 3-4 أشهر اقل شيء. لازم 3-4 أشهر. وممكن اذا كان مثلا اسود احمر ثيك ومصبوغ اكثر من مره ممكن يقعد سنه. تمام. هلا انت عم ترفع لنا الجوانب بالضبط عشان هلا بهاي الطريقه ممكن يصير يعني رسمي اكثر، يعني قبل هو ساحل ممكن الواحد يطلع بالزبط. فيه عشاء هيك ممكن لا يروح فيه حفله، يروح سهره مزبوط اكيد. ممكن بنفس الطريقه كمان يعني يصير شنيون ويرتفع كلياته. اكزاكتلي وهيك اللي هلا عم بصير. بعد النازل عم نرفع. حلو كثير حلو. هي شعراتها ياسمين كمان حلوين. أنا دائماً بحضرني سؤال فيما يتعلق قصة الشعر. هلأ موديل مثلاً رجع قصة الشعر الستريت ولا لساتها الستيبس ولا لسه في غرة؟ يعني قبل فترة طلعت الغرة هاي اللي هيك يعني بالضبط. هلأ كيف موديل الشعر؟ هلأ مش كتير بآمن إنه في موديل هلأ نزل للقصة. في شيء بلبق للوش، بلبق للوشة. تمام فهمتي كيف؟ يعني ممكن تيجي واحد تقول لي بدي قص في كات. قبل فترة الفي كات درج اللي هو من وراء قصير، من قدام طويل. تمام. في ناس تلبلون في ناس لا. فممكن ما اتبع معها موضوع الموديل، يعني انه هلا مثلا نعمل بالضبط. تمام. طب بس ايش الموديل حتى يعني ممكن طبعا ما يلبق للكل. انا زي ما قلت لك الغره هاي الصغيره طلعت موضه بس ما بتزبط لي يعني فما عملتها بالزبط. بس بشكل عام هلا شو اللي دارج اكثر؟ ستريت. الستريت. نعم. انا بشوف ليه؟ لانه هلا شو قلنا من البدايه انه في امبري فبيعملوا الاطراف لون ومن فوق لون ثاني، وممكن ياخذوا شكل شويه ستيبس من قدام لاينات ستيبس خفيف بيعطي شكل، بس ولا اكثريه القصات هلا ستريت بتيجي عشان الالوان. هلا شو القصه اللي ممكن تعطي شكل فوليوم للشعر؟ يعني انا دائما بحتار، بقولوا مثلا الستيبس ممكن يعطي فوليوم اكثر. وفي ستيبس بدي اقول لك دائما الستيبس بيعطي فوليوم، بيعطي شكل كمان. ممكن تغير هلا في دائما بسشور ستريت، لا بدي اغير، بدي اياه ريترو، بدي اياه ويفي، بدي اياه بترفلاي لبرا لجوا، عرفتي كيف؟ بالضبط. تمام. فلما يكون فيه ستيبس بيساعدنا انه نعمل اكثر من شكل بالشعر. بس ستريت شوي بتحسوا بتتغلبوا فيه، ما بتقدروا تعملوا كثير موديلات، يعني بضلوا كان ويفي. هلا شعر ياسمين ليش اقول ستريت بس تقريبا، وبرجع بقول لك حتى يعني بالاكستنشن لو كان شعره ستريت مع الاكستنشن هو لحاله بيعطي لاينات. عرفتي كيف؟ ممكن تطولها وتقصرها، ممكن تطولها وتقصرها قد ما بتقدر.
طبعا نديم اليوم نصحني نصيحة تحت الهواء، عم بنحكي كنا على زيوت وعلى زيت الأرغان وقديش مفيد للشعر، فقال لي إذا بدك تستعملي زيت الأرغان لا تستعملي لحاله، لازم تحطيه مع كريم، مع سواء كونديشنر أو الكريم، لأنه شوي حامي على الشعر. الزيت عامة أرغان أويل أو غير أرغان أويل عامة حامي، تمام، ممكن تتعرض للشمس، تتعرض مثلا للهواء الأشياء بتلاقيه بيح مع الشعر بكسره، بس إحنا بنفضل نحطه مع كونديشنر. تمام، هاي نصيحة من نديم لكل اللي حابين يهتموا بشعرهم يحطوا زيوت. بنعرف زيت جوز الهند كل الزيوت يعني مفيدة نوعا ما للشعر، بس عم بيحكي لنا نديم انه نحطها مع كريم حتى تكون اخف على جلدة الراس وعلى الشعرة نفسها. نديم شكرا كثير لك، الموديل بجنن. ياسمين ثانك يو كثير، كمان كثير حلو الموديل عليكي، يعني هيو من قدام شفناه، وهي شوفوا الطاجة قديش حلوة كمان من وراء طاجة الفير. لازم تستعملوا التكنيك تبع نديم. نديم عبد الجواد شكرا لك مرة ثانية. ياسمين شكرا لك، وخلينا نروح لفاصل قصير نرجع.